بنقول في مقدمة حلقتنا النهاردة أن النادي الأهلي عنده استحقاقات كتير الفترة اللي جاية سواء محليا أو قاريا، بس خلونا مبدئيا في محليا. محليا النهاردة إن شاء الله وتحديدا الساعة 7 مساء وعلى استاد القاهرة هيكون في ماتش مهم للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة. هنتكلم عن هذا اللقاء وكمان عن كل التحديات اللي هيواجهها طبعا لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله الفترة اللي جاية. خلونا نرحب بضيفنا اللي هينورنا في هذه الفقرة، الأستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك. صباح الخير يا اسكان. مسيو لملوم بونجور. يا الواناتك يا اه لا في تالق يا الواناتك حاجه مبشره. انا متفائله كده اتفائل 7-0 للاهلي. هنبدا بالمباراه طبعا زي ما كريم قال محليا ونروح للاهلي وبلديه المحله. ناس قالت لك دي مباراه تبدو سهله، حط ارقام هنا وارقام هنا واستعدادات هنا ودوافع هنا، هتلاقي اكيد الكفه اكبر للنادي الاهلي، عايز يعوض مؤجلات كتيره. صحيح. خساره كانت سيئه جدا لاخر مباراتين خاصه ببلديه المحله، خماسيه بصراحه كانت برده صعبه جدا. صحيح. اكيد عندهم دوافع، اكيد اللعب المتوقع ان هم هيقفلوا برده، هيلعبوا بشكل دفاعي بحت، الا لو النادي الاهلي زي ما كنت بقول في الانترو هيبتدي ان هو يحرز اهداف من الدقايق الاولى، فهيضطر ان هو يلعب بشكل هجومي عشان يعوض. ده يعني ده السهل البسيط، الرؤية البسيطة أو القراءة البسيطة. هل متوقع أداء مختلف؟ متوقع مفاجآت أخرى؟ مثلا تصريحات كابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الخاص بيهم كان كلها لو أنا عايز أخرج بنتيجة إيجابية، يعني وأنا أتوقع ده معناه أنه مش عايز خسارة كبيرة. أكيد طبعا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد ما فيش ماتش سهل. يعني المباراة بالنسبة يعني خلينا ناخدها من ناحية النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا بعيد تماما عن المباريات المحلية من تقريبا 89 يوم أو 90 يوم، 3 شهور يعني. بيرجع بقى للدوري او المباريات المحليه. كان يمكن اخر ماتش كان فقد نقطتين وقتها كان قدام سموحه، فمش عايز يفقد تاني. النادي الاهلي طبعا بيلعب على البطوله دايما، فما يهموش نزيف النقاط ده يحصل له. فالناس النادي الاهلي اللي بيلعب الفوز، في المقابل طبعا عنده منافس اخر ماتشين خسرهم، دخل مرمى 8 اهداف في ماتشين. طبعا. من مصر 3 ومن سيراميكا 5، وكانت الخمسه دي كانت على ارضه. كان عملت له شويه مشاكل كتيره ان الفريق ما بقاش عنده رفاهيه الخساره حتى قدام النادي الاهلي. يعني حتى ممكن يبقى ايه في اضيق الحدود كده مرحب بالخساره، بس مش برقم كبير. يمكن حتى ده خلى الفريق ما عملش معسكر مغلق في مدينه المحله يعني زي ما بيعمل، وعملها في القاهره ابتعادا طبعا عن الجماهير والمشاكل او الصدمات اللي حصلت طبعا بسبب الامور دي. كل الامور دي بتخلي المباراه اكيد مش سهله. يعني النادي الاهلي كمان بلس عنده شويه غيابات طبعا. هو انا مش بعترف بصراحه بالغيابات مع الفرق الكبيره، اكيد الفريق الكبير بيبقى عنده في كل المراكز عنده بدايل، فحته الغيابات دي مش بعترف بيها قوي. لكن طبعا ضغط المباريات عند النادي الاهلي وارهاقه ما بين سفر طبعا للجزائر والعوده وبعدين سفر لغانا والعوده، كل الامور دي بتعمل له اكيد طبعا ارهاق وضغط على اللعيبه. وان كان طبعا الحمد لله النادي الاهلي خلص التاهل خلاص، يعني مباراه الجوله الاخيره السادسه قدام يانج افريكانز مش اكتر من تحديد مراكز مش اكتر طبعا. التعادل في صالح النادي الاهلي والمباراه في القاهره تبدو سهله طبعا، لكن النادي الاهلي اكيد هيبقى حريص ان هو تاهل، يبقى حريص ان هو يتاهل في المركز الاول. مع العلم طبعا النادي الاهلي مش بتفرق قوي حته الاول والثاني دي، الهدف بالنسبه له هو التاهل. يمكن حتى من الصدف ان اخر 4 مواسم كان النادي الاهلي في دور الابطال يعني كان بيتاهل بصعوبه وبشكل دراماتيكي، وفي النهايه كان بيصل للنهائي. بس احنا مش عايزين برضو المشاهد دي يعني الصراحه يعني هي بتبقى نوع من التفاؤل بس عند الجمهور ان هو النادي الاهلي مش بيحصل شويه عصرات في دور المجموعات وبيتاهل من الجوله الاخيره ويعود من بعيد، والكلام اللي احنا بنقوله في الاخر يصل في النهائي. مش عايزين نعود من بعيد، ما هو تاهل خلاص، عايزين نعود من قريب. عايزين نبقى في القريب. هو سهل على نفسه يعني. تخيل لو كان النهارده مثلا كان التاهل مثلا الجوله الاخيره حاسمه في التاهل، كان يبقى في ضغط، والنهارده هيحاول اكيد هيبقى تفكير في المباراه القادمه الافريقيه هيبقى مأثر على مباراه البلديه. لكن كل الامور دي خلاص هو ريح نفسه. كويس ان هم ريحوا نفسهم وريحونا من الاول. بالظبط، ريح نفسه ويقدر يستعد بشكل اكبر لمباراة طبعا دور 16 لما تتعمل القرعه طبعا في عفوا دور الثمانيه في دور الابطال. بس تعالى نقف شويه عند حراسه المرمى، واكيد حضرتك خدت بالك من تالق مصطفى شوبير في الماتش الاخراني مع مديا ملغاني. الى اي درجه هذا التالق ممكن يبقى له انعكاسات على فكره مشاركه الزنفولي من عدمه؟ طبعا مشاركه الزنفولي من عدمه دي طبعا بتعود للجهاز الفني، وان كان المركز ده تحديدا بيتطلب الاستمراريه. يعني اي مركز ثاني دفاع وسط هجوم بتلاقي ممكن يبدل يعمل يعني بيبقى بيريح لاعب يعني. بيجرب اثنين مع بعض، لكن ده تحديدا ما فيهوش الرفاهيه دي. بيبقى غالبا بيكون هو حارس مرمى لفتره طويله، عشان كده يمكن الفجوه كان اعجاب كبير جدا كان بين الشناوي وبين
مصطفى شوبير، يعني الفرق رهيب بسبب المشاركات طبعا والكم الخبرات اللي عند الشناوي، وبالتالي مش متوفره عند مصطفى شوبير. عشان كده لما حصلت الاصابه ظهرت الفجوه دي في وقت ضيق. طبعا مصطفى شوبير هو موهوب بفطرته، اكتسب يعني اكتسب الثقه في نفسه من المباراه الاخرى، خصوصا الماتشات اللي لعبها كانت مباريات صعبه، يعني مباراه شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر، لا ماتش صعب جدا مع فريق كان في حاجه للفوز وكان بيحاول يستغل ظروف الاهلي وغيابات الاهلي ان هو يصعد طبعا في وسط جمهوره بالظبط طبعا، والجمهور طبعا جمهور قوي، جمهور كبير في ملعب الخامس من يوليو في العاصمه الجزائريه، ماتش قوي جدا باتباع طبعا مباراه مع مدياما، حتى وان كان مدياما اقل نسبيا او فنيا من شباب بلوزداد، لكن الاجواء بقى الافريقيه الرحله والارضيه الملعب والامور اللي هي صعبه شويه، وبعدين اما بتلعب فريق صغير بيكون اصعب من فريق كبير في وجهه نظر، ان انت ما عندوش حاجه يبكي عليها، بيلعب قدام فريق كبير زي النادي الاهلي، فاي حاجه هيعملها يعني لو شاط شوطه وتصدد يبقى عمل اللي عليه. عشان كده يمكن مصطفى شوبير اكتسب الثقه في ده، اتوقع ان هو هيكمل برضو كولر بمصطفى شوبير لان هو اللي معاه افريقيا، يعني مشكله الزونفيلي انه مش مقيد افريقيا، فبالتالي هو هيكمل اكتر افريقيا، يعني ممكن في وقت من الاوقات اما يطمن النتيجه والامور تمشي كويس ممكن يعمل تبديل في هذا المركز، وده حصل قبل كده كتير مع الشناوي في فترات سابقه لما كان بيطمن كان بيحاول يجرب حد تاني، كان على لطفي في وقت من الاوقات كان مصطفى شوبير. اعتقد بنسبه كبيره طبعا يمكن تفوق 90% مصطفى شوبير زي ما هو والامور زي ما هي، لكن الزنفيلي هياخد بعض الفترات على حسب سير المباراه، مش ممكن طبعا تبقى المباراه مثلا متعادل او متقدم بفرق هدف والاجواء شويه مش مريحه، مش ممكن يعمل تغيير في الجزء دي، هيعمل فيها تغيير لما يبقى مرتاح للنتيجه، وده هيحصل طبعا حسب رؤيه الجهاز الفني اكيد ادرى منا بحاجه زي كده يعني. طيب انا عايز اروح لمودست شويه ونتكلم بمنتهى بقى الصراحه. تمام. في لعيبه الناس بتراهن عليها من الاول، ومنهم اللي فعلا بيبقى قد الرهان ده، ومنهم اللي مش قوي. مودست من اللعيبه اللي يقال حتى هذه اللحظه ده، واعرف وجهه نظرك، لا الراجل ده فعلا قدر يبان يظهر بشكل مختلف. بتشوف ده فعلا ولا هي كانت ضربه حظ في كام مباراه وخلاص؟ لا هو مودست واضح ان هو عنده كوره، واضح، بس هو كانت مشكلته لما جه النادي الاهلي يعني مشكلتين او جزئتين، رقم واحد ان هو ما كانش اصلا ما بداش معاهم معسكر، فبالتالي ما كانش جاهز، بقى له فتره كان مش بيتدرب، فالنقطه دي اكيد بتاثر على لاعب الكوره، كمان هو جاي النادي ما عندوش حته هنجرب ونصبر ونعمل، بدليل ان هو كانت كل الناس بتتكلم ان في يناير خلاص هيمشي، يعني لولا بس ايه، وكان حتى محطوط ان هو ممكن مباراه كاس العالم للانديه اللي اقيمت في جده هيكون الاختبار الاخير ليه، لكن طبعا حظه سيء جدا ان هو الدقيقتين اللي نزل فيهم هو ملحقش في الدقيقتين الحقيقه، لعب دقيقتين وروح، فبالتالي كان من حسن حظه برضه، يعني سوء حظه، لكن كان من حسن حظه مباراه السوبر المصري. صحيح. تحديدا مباراه فيوتشر لما نزل في يعني في الاخر وجاب الثالث وادى الاسيست الرابع اللي هو ريح يعني جاب للاهلي بطوله، يعني حتى وان كانت بطولات السوبر دي بتبقى الى حد ما شرفيه، يعني مش بطولات زي الدوري او الكاس او كده، لكن هو في النهايه ده يحسب ليه، ده بيديله خلاه عنده رغبه مع الوقت، يمكن حتى بيحسب ليه برضه عنده الجمهور، ودي حته تحسب ليه هو ان هو عايز يعمل حاجه، لما كان طبعا واخد اجازه من فتره طويله وكان هيمشي كان هيسافر تقريبا فرنسا قبل الماتش الاخير، لكن بسبب ظروف الغيابات والاصابات وموقف الفريق فلغى السفر وقعد، مع انه كان ممكن يحق ليه ده، لكن في النهايه عنده رغبه في ده، فده شيء كويس جدا طبعا. كمان هو واضح ان هو مش اناني، يعني حد نضيف من جوه، لما طبعا عمل بوست بيدعم زميله وسام ابو علي لما نزل بديله في ماتش من ياما، هو دعمه ده شكل كويس، واضح انه عايز يعمل حاجه، هو اخلاقيا كويس يعني، يعني واضح انه عايز يعمل حاجه في التعاملات يعني، ده كويس، لكن اقصد اقول انه هو ايه، واضح ان عنده حاجه، كان عنده سوء حظ بصراحه، كان غريب جدا، كان بيبقى في اهداف لو كان سجلها كانت هتبقى اهداف عظيمه جدا، عنده حاجه بدايه والا ما كانش النادي الاهلي جاب، بدايه كلام تاني كلام ان هو في لقطات قليله جدا بالظبط بنت له امارات، يعني واضح ان ده لعيب متميز، بس ما تفهمش العكوسات اللي كانت حاصله معاه عطلتنا عن ان احنا نشوف المتميز اللي سوء حظ مع الشيء بشيء يذكر، مثلا فلافيو اماد فلافيو لما جاء في اول موسم ليه في النادي الاهلي كان يعني ما جابش حاجه خالص، الجون اللي جابه الكره خبطت في راسه من ورا وجت جون، فيعني الناس بتقول جاب جون بقفاه مش قصده حتى في ماتش المحله ويمكن كان جوزيه كان صابر عليه وعند مع الجمهور، يمكن حتى الجمهور كان يقول لك خبر صار مش عارف انجولا استدعت فلافيو فاخيرا هيمشي، يعني الجمهور بقى مستأمن، وكذلك كولر صبر على مودست بالظبط، بس ده لسه ما اداش حاجه، لكن
شفنا بعدها فلافيو خد لقب الهداف الدوري وبقى حاجه ثانيه خالص. هي يعني النقله النوعيه فعلا دي ازاي بتحصل؟ يعني ليه المعنويه لاعب؟ ايه السبب؟ ازاي لاعب بيقعد يعني فلافيو سنه وغيره بياخده اقل، بس ازاي من نقله من هنا لهنا؟ اكيد الراجل ده واللاعب ده كان عنده حاجات كويسه، ازاي ما طلعتش من الاول؟ يعني ده عيب مين؟ عيب هو ولا عيب المدير؟ لا مش عيب حد، انت بيبقى أوكي. عندك بس ظروف مش خدماك، ماتشات صعبه، سوء حظ، ما انت يعني مودست مثلا كان لسه الاستاذ كريم قال على في كان اعتقد ماتش الجونه كان عمل كورتين لو كانوا جم اهداف كانوا يبقى اهداف عظيمه جدا يعني لو كانت سجل، لكن انت بتحس من 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 تعامله مع الكوره انه عنده حاجه لعيب كوره، لكن التوفيق وعدم التوفيق. وعلى فكره نفس الحكايه دي برضو لاحظناها في وسام ابو علي بالظبط، يعني برضه ما شفتهوش مده كافيه بس عنده. ما هو انت بتشوف اللعيب، انت مستحيل تحكم على حد من المباراه، لكن بيبقى عنده يعني واضح ان في حاجه، يعني في حاجه في اللاعب عنده رؤيه، بياخد خطوه لورا بياخد خطوه لقدام، دي كوره مالهاش يعني، اصل دي كوره مش كيمياء، فهو عنده مودست، لكن انا شايف ان واجهه سوء حظ مع قله تدريب طبعا او قله استعداديه للموسم الجديد او جاهزيه قصدي للموسم الجديد، بالاضافه ان هو جه على نادي ما عندوش يعني ايه، انت انكسبت 60 ماتش وتعادلت ماتش يبقى عندك دروب، يعني ده قدر الانديه الكبيره ومنها النادي الاهلي، يعني تبص تلاقي الفريق مثلا على القمه في الدوري ومتاهل في افريقيا يقول لك احنا عندنا مشاكل، هو كده دي طبيعه الفرق الكبيره، ضغط ضغط ضغط. يمكن حتى كان اتكلم عليها بيتشو موسيماني المدير الفني لجنوب افريقيا الاسبق لما مشي، انا قال لك انا تقريبا ما عنديش راحه، الفريق طول يعني البطوله تخلص اقفل تاني يوم. وفايلر كمان كان اتكلم عن النقطه دي واتكلم عن طبيعه الجماهير ازاي عندنا ما بيقبلوش ابدا خساره، وده عكس كل الانديه الاوروبيه حتى. ما هو انت اللي اديت له ده، انت لما بتخش في الموسم عندك 5 بطولات خدت 4 وخسرت 1 يبقى انت فاشل ولازم ده صحيح. احنا كده بنفرهد الاجانب معانا في حين في انديه ثانيه مجرد الوصول مثلا لده وصيف مش يعني السي في بتاعه صعد لنصف نهائي، مش الكلام ده مش عندنا، يعني مش عند النادي الاهلي، مش عند منتخب مصر مثلا. طب انا عايز اسال سؤال، هل ده اصلا صح ولا غلط؟ بمعنى ان انا الضغط اللي انا حاطه على اللعيبه ده بيفقد الكوره المتعه، ان انا ما بلعبش. طب انا اكمل بس وجهه نظري، عشان اللاعب دلوقتي مش بيلعب عشان يستمتع، اللعب باستمتاع حاجه بيأدي بيعمل اداء جيد، لكن اللعب تحت ضغط عمره ما هيخليك يبقى فيه كوره ممتعه. اللعب باستمتاع نظري. بعد ما تخلص اللي عليك، بعد انت داخل الاهلي بيخش البطولات عايز ايه منها؟ عايز يفوز بالبطوله، والله مثلا انت فرقت في الدوري بشكل كبير خلاص بقى متع بقى نفسك، اعمل دبل كيك لو عايز تعمل براحتك بس لا ايوه ما لازم يلعب بطريقه برضو ان هو بيستمتع وهو بيلعب، مش ان هو مضغوط. خلي بالك في اجوال كتيره وفي لعب بيبوظ علشان انت. طيب ماذا لو لعب بمتعه وخسر البطولات؟ مين؟ ماذا لو الفريق الاهلي مثلا لعب بالمتعه اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ يعني حضرتك بتتكلم ان الضغط البطولات. لازم يكون دايما اللعيبه تحت ضغط. هو في الاساس بطولات، هو نادي بطولات، النادي الاهلي نادي الانديه الكبيره. هنا ود تقصد الفرق اللي ما بين اللعب اللي فيه شيء من الاريحيه، فبالتالي الاريحيه دي بتخليك تطلع احلى ما عندك، ومن اللعب بشكل الي نتيجه وجود دائم تحت ضغط كبير مستمر. اصل ده قدر يعني، اصل عارف مثلا فريق هارلم اللي هو بتاع السله الامريكي ده فريق استعراضي يلعب كوره ممتعه، لكن هو في النهايه مش بياخد بطولات، مش بتاع بطولات اقصد يعني، يعني مش هدفه الاساسي في النهايه بيلعبوا لعب استعراضي. انت خايف نلعب بمتعه وننسى. طب ما انا بقول لك انت لعبت مباريات رائعه بالظبط، انا فاهم حضرتك عايز الاثنين، والاثنين ده معادله صعبه جدا بتتحقق احيانا، يعني تلاقي مثلا مضغوط في ماتشات افريقيا بس تيجي مباراه بتعمل مباراه رائعه جدا وتكسب فريق كبير وتعمل مباراه للتاريخ، يعني ده بيحصل. اقول لك امتى كنا بنشاهد ماتشات للاهلي وما كانتش فيها الضغط ده؟ ايام كابتن صالح سليم، ايام كابتن بيم، حتى العصر الذهبي كابتن احمد حسن وغيره. الفريق ده كان بتتفرج على لعب حلو، ما هو لحضرتك ما كانش فيه استحداث بطولات زي اللي موجود دلوقتي، يعني مثلا في الاجيال اللي حضرتك بتقول عليها كان مثلا الدوري الكاس بطوله افريقيا، دلوقتي في سوبرات وعدين السوبرات دي كمان زادت بقت ايه، بقت بطوله، ما مثلا بطوله السوبر المحلي ما بقتش ماتش، بقت تروح يعني تلعب 4 ماتشات. يعني البطولات هي ربما طبعا بالاضافه مثلا عندك الدوري الدوري الافريقي لكره القدم، ما هو ده الدوري الافريقي مثلا ده سبب، يعني النهارده الاهلي لعب 6 ماتشات في الدوري، لولا الدوري الافريقي كان الاهلي مثلا بقى لعب له 10 ولا حاجه. ليه؟ لان الكاف فرض بطوله في وجهه نظري ما لهاش اي 40 لازمه بصراحه يعني، وراح فرضها باسلوب حتى بمعايير غريبه مش وقته يعني، لكن في النهايه خد قرار ان الفرقه المشاركه كلها ولا فريق فيهم هيشارك في ماتش في
ماتش محلي طول ما هو بيشارك في البطوله دي. فبالتالي الثمان فرق اللي اشتركوا كلهم ولا واحد فيهم شارك في بطولات سواء مصر سواء الاهلي في القاهره في مصر او الترجي في تونس او الوداد او صن داونز. هو مش المفروض يكون في قانون دولي في بند ان انت ما ينفعش كفريق او كمنتخب تشارك في اكتر من مثلا خمس بطولات سبع بطولات يعني؟ طب حلو ماشي، ما هم نفسهم هم اللي مطلعين البطولات هي نفسها. يعني انا عايز اعرف مثلا بطوله الدور الافريقي لكره القدم اصلا لازمتها ايه؟ ما انت عندك دور الابطال وعندك الكونفدراليه يعني بطولتين حتى بيفكروا يلغوا الكونفدراليه. ماشي اوكي، يبقى وراها اسباب تسويقيه مثلا. ماشي اوكي، ما هو في النهايه بقى اللعيبه مش مكان. طب ما هو لما حصل في اوروبا، هو انا عارف هي حصلت ليه اصلا في افريقيا، بس احنا بنلف الدور. هي القصه كلها ان الدور السوبر الاوروبي ده حاول يتعمل في اوروبا، طبعا الاتحاد الاوروبي ما بيهرجش رفض، لكن احنا رفض ما قدرناش. ومع انه وقف، مع ان حتى ريال مدريد كسب القضيه يعني ممكن البطوله نشوفها، بس هو في النهايه الاتحاد كان واضح وصريح، اي لعيب هيشارك في البطوله دي هيتشطب، اي فريق هيشارك في البطوله دي هيتشطب. فبقى قوي على انديه ريال مدريد وبرشلونه، لكن طبعا افريقيا بالنسبه لهم حقل تجارب. فجربها يا عم انفانتينو في افريقيا براحتك، فجربها في افريقيا بس، يعني البطوله دي مش موجوده في افريقيا. والسنه الجايه يقول لك مش عارف بعد، وبعدين تبص تلاقي مفيش ثوابت، يقول لك 24 فريق مش ده كويس ان ده ما حصلش، بعدين اختصروهم للثلث بقى 8، وبعدين يلا قرعه اي كلام. طب كده ممكن يدمر بقى دوريات الفرق. طب ما هو ده بيحصل، ما هو ده حصل، ما هو ده حصل، ما هو في النهايه اهو. يعني مثلا ايه، حتى ما خلينا نكمل الكلام لحضرتك، ان هو استحداث البطولات دي بقت مثلا الاهلي دخل الموسم عنده الدوري وعنده الكاس وعنده بطولة افريقيا اللي هو ده الطبيعي، وبعدين عنده سوبرات، سوبر افريقيا اللي كان متاجل، وبعدين سوبر محلي، وبعدين دوري افريقي مش عارف اللي هو مستحدث، وبعدين كاس العالم للانديه. كل دي بطولات. ده حرك، ده في كارثه السنه الجايه هتحصل، يعني مش من احنا قبل سنه اهو بنقول السنه الجايه اللي هي فتره الراحه بتاع الصيف مش هتبقى موجوده. يا دوب الدوري بتاعنا هيخلص بالعافيه، هيروح الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه في امريكا، ويرجع يشارك في كاس الامم الافريقيه اللي هتبقى في شهر يوليو غالبا يعني في الصيف، عشان يحلوا الازمه دي. اي بشر يعمل كده يعني؟ ده ما فيش راحه خالص، خلاص هو الموضوع. حتى الراحه السلبيه اللي كان المفروض ياخدها اللاعب اللي هو 3 شهور خلاص تتلغي السنه الجايه. مش هيبقى موجود في تنسيق بين الاتحاد الدولي والاتحادات الاقليميه ويتكلموا في النوع ده من الامور؟ البيزنس اهم، البيزنس أهم. اهم بس هو الموضوع ده هيدر ملايين الدولارات، فخلاص العب. ولا مش هيلاقوا لعيبه بعد كده اصلا؟ مش مهم، هم بالنسبه لهم مش عمر اللاعب هيبقى 3 سنين ما يعني، مش يعني وفي الملعب وخلاص. ما هو فعلا وصل للقصه دي. ما هو انت يعني انت النهارده بتيجي من الماتش دي تلعب في دي تلعب في دي، يعني ما فيش راحه خالص. يعني انت هو ليه مثلا الاهلي مثلا الجماهير تعبت اصلا؟ يعني كله تعب اللعيبه اكتر طبعا. يعني انت مثلا تخيل حضرتك، احنا حتى في الصحافه اللعيبه ليه ممنوعه من التصريحات الاعلاميه؟ لان هو فعلا معذور. ما هو يا دوب يجي جاي من الجزائر، اذا كان يلعب ماتش بعدين يطلع على غانا، وبعدين يرجع على مصر، وبعدين يطلع على افريقيا، وبعدين عنده مش عارف، وبعدين الاشهار الجاي ده لو ايه ده. ما هو بمناسبه افريقيا، شايف مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا السنه دي ممكن يوصل بينا لفين؟ لا، ما ملوش اي معايير خالص. انت الاهلي عودنا، وعامه الكره عودتنا، ان دور المجموعات حاجه والادوار الاقصائيه حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص. يعني احنا ايه دور المجموعات؟ انت بيبقى عندك رفاهيه التعادلات، مجرد فتح كلام يعني. بالظبط يعني. انت حتى مثلا الاهلي مثلا تعادل مع بلوزاد رايح جاي، تعادل مع يانج افريكانز، كسب ميدياما. يعني الانتصار اللي حققه من النادي الاهلي في البطوله في دور المجموعات كان على فريق واحد ميدياما، وصعد ليه النادي الاهلي؟ لان هو كان لو كان الفرقتين دول اتعادلوا يانج افريكانز والشباب بلوزاد، كان لسه الاهلي ما تاهلش رسمي، لكن احدهما فاز فالاهلي تاهل رسمي، وكمان الثاني تاهل رسمي، لان هو حتى المواجهات المباشره مع يانج لما كسب يعني شباب بلوزاد 4-0 خلاص هو تقريبا طردوا، مش تقريبا طردوا من البطوله خلاص. فبقت المواجهه اللي جايه دي بين الاهلي ويانج افريكانز للصداره فقط، والتعادل طبعا في صالح النادي الاهلي. هي مباريات بتبقى بتخش بها الاجواء، يعني ايه اديك بتلعب فريق زي ميدياما مش مصنف اساسا، فريق يعني شويه كويس زي يانج افريكانز، وفريق كويس زي شباب بلوزاد. انت بتخش فيها يعني بتفتح الباب بس بتاع افريقيا، لكن الادوار الاقصائيه موضوع تاني خالص. لان انت حتى لما هتتاهل ان شاء الله النادي الاهلي يتاهل اول، انت ما انتش عارف حتى التواني في الفرق المجموعات الثانيه. انت لسه عندك المجموعه الاولى مثلا صن داونز ومازيمبي عندهم مباراه، مين فيهم هيبقى اول مين فيهم تاني؟ عندك المجموعه الثانيه خلاص اسك غالبا اسك اول. لو اعتبرنا ان احنا الظروف او الاقدار هتقودنا ان احنا نواجه الفرق الاقوى، ما هو ده اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت. الضوء اللي انت شايفه من الفرق الاقوى دي والضوء اللي انت شايفه من النادي الاهلي برضه شايف المشوار ممكن يعني؟ لا لا لا، ما لا الاهلي ما هو لا اقوى والاهلي برضه بيبقى اقوى. ما هو الموضوع حتى يعني كان مثلا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها لما كان الاهلي بيبقى تاني بيتاهل تاني،
فبيقول هيواجه احد ثلاثه، فتلاقي الثلاثه دول من الرجاء، الوداد، الترجي، ويقول لك ايه الثلاثه تقايل، هم اصلا كلهم مش عايزين يقابلوا الاهلي. ما هي الموضوع اصعب يعني، هم لسان حالهم يا عم انت طالع تاني ليه، ما تطلع اول معانا يعني، انت طالع تاني ليه، ما تسيب الحاتيمبا والكلام ده ولا يطلع تاني، خلونا نعيش. اه بالظبط، عشان كده الاهلي بيجي مقابلهم ما خلاص ما بيفرقش، يجي يلعب بره يلعب جوه بيكسب كل الكلام ده وبيصل للنهائي، وزي ما حصل في اخر ثلاث سنين. ملوش علاقه خالص، النادي الاهلي بيبتدي البطوله معاه فعليا من الادوار الاقصائيه لو خلاص حقق المراد، حتى لو تاهل بصعوبه زي ما حصل في السنين اللي فاتت، لكن بيخش بقى في الادوار الاقصائيه، خلاص احنا رايحين في اتجاه البطوله. وبعدين هي الظروف بتخدم النادي الاهلي، بيبص لها ازاي، ان البطوله في ناس دلوقتي بتتكلم ان دوري ابطال بقى ضعيف، لا هو دوري ابطال مش ضعيف ولا حاجه، بس هو في فرق كبيره بتخرج بقى يعني، بتبتدي تخرج بره بره يعني، مثلا البطوله دي خرج منها تقريبا الوداد هيخرج يعني، تقريبا فرصته صعبه جدا. متوقع فعلا؟ لا ما هو اصل هو الوداد محتاج معجزتين، هو يكسب اسك في المغرب، وفي نفس الوقت سيمبا يتعثر قدام جوان جالاكسي اللي هو اخر المجموعه. وده مش وارد، ده مش وارد، هو سيمبا هيكسب ولا ما فيش حاجه مضمونه برده. اه ما فيش حاجه مضمونه، بس محتاج، عشان كده محتاج معجزتين يعني. هو لو سيمبا كسب 1-0 حتى خلاص الموضوع، الماتش تاني برضه كان مفاجاه كبيره لما يانج افريكانز فاز على شباب بلوزداد 4-0. اه هو انهيار، هو ما كانتش هزيمه، هو كان انهيار، هم كانوا مغلوبين 1-0 في 3 4 دقائق، الجون الثاني الجون الثالث هوب انهيار. وده واضح على فكره، دي نتيجه طبيعيه، المتتبع للفريق يعرف ان دي نتيجه طبيعيه. ليه نتيجه طبيعيه؟ في مشاكل في الجهاز الفني يعني، في اللاعب كوديورا حتى كان في لقطه جابته هو اتخانق مع المدير الفني ماركوس باكيتا، طبعا ده ما بيحصلش، المدرب رايح يضرب اللاعب وبقيه الجهاز الفني لما يكون ده موجود في الجهاز الفني او في بيت الفريق نفسه وغرفه الملابس بتاعتهم، طب انت مستني ايه بره؟ ما هو كان طبيعي، مع انه فرط في فرصه ذهبيه يعني. هو لو كان شباب بلوزداد خسر بس 1-0 2-0 3-1 4-1 كان يكسب الماتش اللي جاي يتأهل، لان الاهلي مفترض انه يكسب له او يفوز يعني على يانج افريكان. هو يانج افريكانز خدم نفسه بنفسه وطرد شباب بلوزداد من البطوله، ان هو ما استناش حتى الجوله الاخيره، بقت الجوله الاخيره بس بينه وبين النادي الاهلي للصداره او الوصافه والصداره. على فكره يانج افريكانز اصلا فريق قوي، هو السنه اللي فاتت لعب نهائي كاس الكونفدراليه ضد اتحاد العاصمه الجزائري، وهو خسر على ارضه في تنزانيا 2-1، لكنه راح فاز على اتحاد العاصمه في الجزائر 1-0 رغم الجمهور وماتش نهائي، وكاد ان يخرجوا من البطوله يعني. هو ما خسرش النتيجه النهائيه 2-2، لكن هو خسر بفارق ان انت اتغلبت على ارضك 2-1. وده اللي كان غريب يعني، وراح عوض عشان كده الكوره ملهاش كبير. بس انا عايزه ارجع تاني للدوري ووجهه نظرك هذا الموسم، ممكن نقول ان احنا في يعني فرق قدرت او تقدر ان هي تنافس بشكل مختلف هذا الموسم؟ ممكن نلاقي يعني بغض النظر عن الفرق اللي صعدت للدوري الممتاز ومنها طبعا زاد وغيره وبلديه المحله، بس انت بتتكلم برضو عن قوه الدوري هذا الموسم او هذا العام، هل يختلف عن العام الماضي ولا انت بتشوف بالعكس هو اقل في المستوى؟ لا هو الشيء اللي بقى مميز ان بقى في فرق قويه يعني، في فرق قويه مع التدعيمات الاخيره يعني، بالظبط فرق قويه ما بتخافش اهلي وزمالك، بقت قويه، ند للاهلي وند للزمالك، وبيتخطى الاسماعيلي والمصري اللي هي انديه جماهيريه كبيره، وحتى بيراميدز كمان يعني، ما بقاش بيراميدز بس يعني، السنوات الاخيره كان بيراميدز مع الاهلي والزمالك، دلوقتي بقى بيراميدز وزد وفيوتشر وسيراميكا، كل الانديه دي بصراحه قويه. لكن في النهايه البطوله بصراحه محتاجه مواصفات تانية خالص، عشان كده تلاقي رغم كل اللي بيحصل ده كله البطل يا اهلي يا زمالك، يا زمالك يا اهلي، الموضوع منتهي يعني. السنه اللي فاتت النادي الاهلي، قبلها الزمالك، قبلها الزمالك، قبلها الاهلي يعني، هي الموضوع في النهايه صاحب النفس الطويل واصحاب الخبرات يعني. النادي الاهلي خبراته بتمكنه ان هو في النهايه يفوز، الزمالك بيعمل كده. ليه يا استاذ محسن السؤال ده؟ لان البعض، ودي كانت تعليقات قريتها يعني، قال لك الدوري المصري بقى شبه الدوري الفرنسي في ايه؟ ان انت اصبحت خلاص بتنافس الى حد ما نفسك او بتنافس نادي واحد بس فالمتعه مثلاً برضو لا، ما هو ده موجود مثلا السنه دي في الدوري الالماني، الدوري الالماني مثلا مع تراجع ميونخ، بايرن ميونخ مسيطر على البطوله، لكن السنه اللي فاتت البايرن خد الدوري في اخر مباراه، مش بسبب هو قوي، بسبب ضعف يعني. دورتموند ضيع اسهل بطوله دوري في تاريخه، ماتش على ارضه تقريبا كان كولين او مش متذكر، وتعادل يعني، ولو كان كسب واحد تذبذب في البايرن يعني. لا السنه دي بقى ظهر له بايرن ليفركوزن اللي هو الفريق الصراحه معجزه يعني، هو الفريق الاوروبي الوحيد اللي ما خسرش في اي بطوله، لا محلي ولا قاري ولا في اي حاجه، وماشي بثبات غريب يعني، ربنا يوفقه. لكن السنه دي مازال هو على القمه، مازال يعني مازال وكسب بايرن واكتسح كل الفرق، لكن بنتمنى له يكمل يعني، ده يعني بتبقى
طفره. الكلام ده هل يتواجد عندنا في مصر؟ اعتقد صعب. احنا هنعرف يعني هنروح فاصل ونرجع للنقطه دي تحديدا، ازاي نعيد مره ثانيه المتعه الحقيقيه للدوري المصري اللي بالمناسبه كانت موجوده، لا كانت موجوده سنوات ماضيه كثيره جدا، لكن دلوقتي ربما من اكثر من 20 سنه مش موجود. بالظبط 20 سنه. ايوه اخر مره حصلت 2002 الاسماعيلي لما خد الدوري من الاهلي والزمالك. مش للدرجه دي يعني. هرجع اقول لك وجهه نظري في الموضوع ده، خلينا بس نروح فاصل سريع واخر فاصل ونرجع نكمل. كنا بنتكلم قبل الفاصل ازاي اعيد مره ثانيه الروح اللي كانت موجوده والمتعه اللي كانت موجوده في الدوري المصري، واللي كان ربما مش هنقول بقدر كبير بس كان زمان شويه فيه، لا فيه متعه، تلاقي فيه اختلاف في الانديه، تلاقي فيه تطوير في الانديه، تلاقي فيه تنافسيه شديده، تلاقي برضو فيه لعيبه حريصه جدا ان هي تتشاف بعين الكشافين عشان تنضم للنادي الاهلي او النادي الزمالك، يعني في كان روح مختلفه. كابتن محسن، يعني الوضع شويه دلوقتي أصبح في نوع من الملل، وده بالرغم من الصفقات اللي كانت يمكن مش الموسم الماضي اللي قبليه، لما كنا نتكلم ونسمع 18 صفقة جديدة ومدربين فنيين بخبرات مختلفة، ليه ده برضو مش قادر يوصلنا للمتعة الحقيقية والمختلفة للدوري المصري؟ يعني شايف انه طموحات اللعيبه نفسها بتبقى السبب الرئيسي في القصة دي. يعني زمان كان الطموح مثلا يروح أهلي وزمالك بس كان بيبقى عنده فرصه ياخد دوري زي الاسماعيلي مثلا، زي قبل كده المحله، المقاولين في الثمانينات، ده كان بيبقى موجود عند اللعيبه. انا اثبت نفسي في اهلي وزمالك، قال لك انا برضو موجود، عشان كده كان بيعمل كده، وكانوا بيفوزوا حتى في افريقيا، يعني ما كانوش حتى بيفوزوا بالدوري، كانوا بيفوزوا ببطولات افريقيا. يمكن حتى الاسماعيلي وصل النهائي مرتين 2000 و2002، خسرهم بس في النهايه لعب وصل يعني. المقاولين كان كسب في الثمانينات، لكن في العصر الحديث اللي احنا فيه ما بقاش دلوقتي الطموح بس اهلي وزمالك، لان الفلوس كترت، بقت موجوده في انديه ثانيه، بيراميدز وزد حتى رغم الاحتراف زادت عند كل الناس. بالظبط، فبقى اهم حاجه عنده الاحتراف قوي، يعني مش مهم قوي، يعني مش مهم النادي، المهم ان هو ايه، يعني خلاص هو احترف وخد فلوس كويسه مثلا في نادي كويس، ممكن بعد كده يروح اهلي او زمالك، خلاص ما فيش مشاكل. فاللي هو عشان ايه ياخد بطوله بقى مع الاهلي، ياخد بطوله مع الزمالك والمنتخب والقصه والجماهيريه، لكن ما بقاش في طموح للفريق نفسه. يعني تبص تلاقي الفريق نفسه، يعني النموذج الابرز مثلا بيراميدز بقى له كام سنه وبينافس ووصل نهائيات، وصل لاربع نهائيات او خمس نهائيات، اربعه، ومع ذلك خسر ده كله، ان هو ما عندوش خطه واضحه اصلا للفوز بالالقاب. هو حشد لعيبه كتيره على اعلى مستوى، حشد مدربين فنيين على اعلى مستوى، وخلاص. طب ما هو الاستمراريه مش موجوده، تغييرات كتيره جدا في الانديه. يمكن حتى شيء يذكر مثلا فريق الوداد المغربي، هو فريق بطل اخر سنتين نهائي دوري ابطال افريقيا، كسب واحده وخسر واحده، ومع ذلك اللي هده مثلا او اللي خلاه وصل للمستوى السيء في فتره اخيره، حتى مش في افريقيا بس، في الدوري المغربي تغييرات فنيه كتير في الاداره الفنيه، يعني اربع او خمس مدربين فنيين. طب ليه؟ ما هو ده اصلا الفريق الكبير ما بيعملش كده. ده اللي حصل مثلا في بيراميدز، عشان كده تلاقي ان ده مش موجود، الثبات مش موجود. انت مفروض بتدي فرصه كبيره فيكمل. يعني في نموذج بس قبل ما حضرتك تقول، مثلا في الدوري الاسباني جيرونا ايه السنه دي ظهر وقدر ينافس، لكن طبعا اصطدم بخبرات عملاق كبير اسمه ريال مدريد، خلص على الظاهره دي، ما عنديش انا الكلام ده كله، لكن هو قدر بجهاز فني بثبات بعض اللعيبه قدر يمشي فتره كبيره، وكسب اتلتيكو مدريد فريق عتيد وعنيد، قدر يكسب برشلونه، هو اللي يمكن ده اللي عمل له الرواج، لكن هو طبعا خسر قدام ريال مدريد وتراجع قدام ريال مدريد. واكيد فكره ان يبقى في عدم استقرار على صعيد الاداره الفنيه بيبقى لها انعكاسات غير طبيعيه بالمره على اللعيبه، ده شيء مفروغ منه. صحيح. بس مش برضه في حد ادنى من الجوده اللي المفروض ان هي متوفره بالفعل في اللاعبين، بغض النظر عن المدير الفني اللي استجد موجود. لكن كده اللعيبه تحس ان مستواهم نفسه بيتاثر. طب ايه اللي حصل معاهم هم شخصيا؟ انا بكلمك بقى على صعيد حتى المهارات الفرديه، تحسها بتتاثر في بعض الاحيان. هو اللاعب بيحس نفسه، عشان كده بقول لك المشكله في اللاعب نفسه، هو بيحس نفسه انا خلاص خدت فلوس كتيره، النادي ده مش قد طموحاتي اصلا، يعني مش كده، الحاجات دي يا جماعه متوفره في الاهلي والزمالك، القاعده الجماهيريه الكبيره، الاعلانات، الشهره، كل حاجه هنا، فبالتالي بياخد الفلوس وبعدين بيفكر بقى ايه في الاهلي والزمالك اكتر. يعني في السنه دي ما فيها انديه، في لعيبه اتنقلت من انديه راحت اهلي والزمالك، وهي اصلا كانت بتشارك مع فرقها في افريقيا اللي هي اصلا خلاص فرقها اتحرمت منها، وحتى الاهلي والزمالك مش هيلعبوا معاهم افريقيا لانهم مسجلين قبل كده، فده بيخليهم خلاص هو بتتقتل الهدف مقتول عند اللعيبه، يعني معدوم شغف الكوره اصلا، ما بقاش موجود، هو خلاص ظهر وراح اهلي، راح زمالك، خلاص القصه بقت بالنسبه لوقت ايه الاهلي والزمالك. برضو على ذكر المتعه اللي كانت نهاوند بتتكلم مع حضرتك عنها قبل ما نطلع الفصل الاخير ده، جزء لا يتجزا من تحقيق المتعه في اي مباراه الجمهور.
طبعا بطبيعه الحال طبعا. برضو رؤيتك ايه لزياده العدد كويس يا رب يكمل يعني. يعني الجمهور انا لما كان الدوري المصري بكامل العدد كان الدور رقم واحد في افريقيا يعني. يمكن مثلا هنروح قريب منا مثلا الدوري التونسي، الكره التونسيه هابطه تماما في الفتره الاخيره، منتخبات وانديه الدنيا بصراحه ضايعه تماما. احد اسبابها قله الجماهير، يعني الجماهير مش بالسعه اللي هي، بسبب طبعا كان حصلت شويه شغب وشويه مشاكل خلت البطوله التونسيه اللي بيقول عليها البطوله اللي هو الدوري بصراحه منخفض تماما. لما كان الدوري التونسي مثلا تقريبا في منتصف التسعينات لما كان بينافس وقت من الاوقات كان في صخب جماهيري رائع، وكان بينافس حوالي اربع او خمس فرق للنهائي، شفنا الاربع او خمس فرق دول بينافسوا على بطوله عربيه، دوري ابطال وقتها، كونفدراليه، يعني كانوا بينافسوا، كانوا بيوصلوا حتى لمراحل لان ده كان موجود. ده ما عندنا في مصر ما زال موجود في الاهلي ثم الزمالك بصراحه، ما مش للاسف مش موجود عند اللعيبه. طب انت كل الانديه او كتير من الانديه دلوقتي انديه شركات الدور المصري كل الامكانيات متوفره، فلوس ماشي، بس هي بتتطور على فكره جدا، بتتطور بس في النهايه خلاص هو بيكتفي من هو ايه، دخل مربع ذهبي، خد كاس الرابطه اللي هي بطوله غريبه جدا يعني، هي ايه كل قيمه كاس الرابطه ان هي بتاهل بس لدور بطوله السوبر المصري اللي بدل بقى ماتش بقت مجموعه ماتشات، يعني امور تسويقيه برضه ما نقدرش نلوم الناس بالمناسبه لان دي امور تسويقيه. زودت عدد الدوري بشكل غريب جدا، ده اسرع الكره المصريه، ما احنا النهارده عمالين نمط ليه في البطولات، في البطوله ما بتنتهيش، والكاس اللي هيتلعب ده بتاع السنه اللي فاتت، والكاس اللي مش عارف ايه صحيح، وكان في كاسين مفتوحين لا ده في ده مش بس كاسين، ده في كاس في لعيبه شاركت في ثلاث انديه يعني رايح جاي، يعني لعيب لعب ضد الزمالك وبعدين كسب اتغلب من الزمالك وبعدين راح الزمالك اتاهل نائب فاتنقل زمالك هيلعب مع لا امور غريبه. ده سببه ايه؟ ان الدور المصري كان المفروض يبقى 14 فرقه، 16 على اقصى تقدير، لكن انت النهارده 18 خلاص. طب هتجيب منين وقت ده كله مع زخم البطولات الكتير ده كله؟ انت عمال تزود يعني، حتى ماتش السوبر كان ماتش بقى ثلاثه بقى اربعه عفوا، واربعه وفين؟ وفي الامارات يعني، انت خد اجازه بقى وروح نعمل. طبعا امور تسويقيه لا يلام عليهم. انت عندك انديه بتصعد برضو من الممتاز بيه، فده جيد يعني، ده مش هو ده طبيعي، ما هو مش هو يعني طبيعي. يعني اللي اقصده ان ده بيدل على تطوير الكوره عندك، وربما على فكره انديه الشركات دي بالمناسبه اللي بتقول دلوقتي ان هي هتكتفي بقدر ما، انا اتوقع ان هي لو استمرت، لان الناس دي بتصرف وعامله استراتيجي، ممكن في يوم من الايام تلاقي مثلا زاد بينافس الاهلي مثلا. مش هيحصل، انا بقول مش هيحصل. هو ما بيكتفوا باستثمار معين يعني، كان هدي مثال لحد وقت قريب كده من كام سنه كان مصر المقاصه مثلا بينافس وكان كسب الاهلي وكسب الزمالك وكان متصدر الدوري ايام ما كان في حتى حسين الشحات، وفجاه كده بدا يبيع لعيبه. فلما كنت بسال حتى مدير الكره وقتها كابتن وليد هودي قال لي احنا عندنا سقف اللعيب مثلا ايه، اذا جاب خمسه نبيعه، وكان ساعتها بقى الرقم ده كبير يعني، فجالي ثمانيه خلاص. ما هو في النهايه مش هدفه البطوله، ما هو حسب بقى الاستراتيجي ده اللي انا بقوله المحطوطه، ما هي عايز تنافس على التوب في الدوري او الرانكينجز الاولى في الدوري، ولا انت تحتفظ بلعيبته؟ طب يحتفظ بلعيبته ازاي؟ ولا انت عامل بيزنس عشان تقعد تبيع وتجيب؟ لا هو عامل بيزنس، ان هو في النهايه يقول لك يا عم انا مش هكسب بطوله. زي ايه؟ هدي لك مثل بسيط جدا، لما مصر راحت كاس العالم في روسيا، لما اتقال سوء عكاظ، ليه اتقال سوء عكاظ؟ لما في احد المسؤولين قال لك ايه يا عم احنا جايين ناخد الكاس، احنا جايين نفرح ثلاث اربع ماتشات. لا ده بقى ده مسؤول غريب. ايوه ما هو كده، ما هو احنا مصر راحت كاس العالم، احنا جايين طبعا نزعل الناس ليه، ما احنا مش هناخد كاس العالم، احنا جايين بنشارك في ماتش. طب ما شوف بقى لما تبقى هو نفس الفكر ده موجود، لغه الخطاب بتاعه يعني بجد، امال اللعيبه هتعمل ايه؟ ما حاجه أيوة صعبه. ما هو بالظبط، ما هو ده بقى موجود بقى بس بشكل اخر في الانديه. احنا يا جماعه ما هو ده على فكره برضه بدوره يرجعنا مره ثانيه للافه اللي واضح ان هي افه استجدت على عالم كره القدم في الفتره الاخيره، فكره الاستثمار وفكره ضخ الاموال بدل ما ينتج عنها. بقى بزنس، ما هو اللاعب او كره القدم بقت سلعه. انت النهارده شوف المباراه تكلفتها قد ايه، اعلانات ودعايه وبس ومش رعاها كل ده. ما هو ليه النادي الاهلي نادي بطولات؟ لان هو معاه اشتراطات مع الرعاه، انت كل ما تكسب بطولات انت تاخد كذا، خدت مش عارف ايه، شاركت في كذا تاخد كذا، كل ده فلوس. عشان كده النادي الاهلي اهم حاجه عنده البطولات، المتعه والكلام ده ياتي في مرحله اخرى. عشان كده بيجيب لعيبه غاليه، بيجيب لعيبه كبيره. لا بس انا ما اعتقدش النادي الاهلي لا يبحث عن المتعه في الكوره، يبحث عن المتعه، ولكن اهم حاجه لا معلش يبحث عن المتعه، ولكن اهم حاجه عنده البطولات. بس مش ثقافه النادي الاهلي، اهم حاجه عنده البطولات، ان هو عنده متعه كرويه، هو نادي بطولات وقوه بيجي له السبونسر بالمناسبه طبيعي، لكن النادي الاهلي نادي بطولات. طيب نادي بطولات يبحث في المقام الاول عن البطولات. طب ما هي البطولات دي يعني ايه؟ مع يعني كوره جيده يعني متعه حقيقيه، امال ماشي بس يعني المهم يعني فاندنج برضه بيحصل للنادي يعني برضه في اكيد بالزبط. اكيد ما هو عنده لعيبه كويسه، اكيد بيلعبوا كويس، بس اقصد اقول ايه، ان الاساس عنده البطوله. يعني انت داخل بطوله النادي الاهلي لا يشترك في بطوله حتى لو وديه الا عشان يفوز بيها. بعيدا
عن النادي الاهلي يا استاذ محسن، يعني برضو من ضمن الحاجات اللي استجدت في كره القدم المصريه في الفتره الاخيره انديه الشركات. تمام. هنقول ان هو حق مشروع لصاحب النادي سواء كان فرد او كيان ان هو يستثمر استثمار رياضي من خلال تصديه ان هو يعمل نادي ويأسس نادي ويشارك من خلاله في البطولات المختلفه الى اخره. لكن ممكن توصل في بعض الاحيان ان ممكن يبقى في شبهه ان في نادي استحدث واتوجد من العدم نكايه في الاهلي والزمالك. طب ما ده حصل قبل كده. طب ما ده ما موجود، ما بيرمز. انا فاهم، انا بكلمك ايه اللي وصلنا بقى لحاجه زي كده يعني. ما ده حصل، ما انا فاهم، انا من غير ما اقول بس اسم النادي، ما الناس كلها عارفه، من غير ما نقول، بس انا بكلمك عموما يعني ايه اللي وصل الامور للدرجه دي؟ ليه شكل كرة القدم اختلف عن زمان كتير؟ البيربس السبب الهدف يعني عقليات يعني مثلا تجربة بيراميدز اللي هي جت بهذا الشكل، خلاف ما حصل مع مجلس إدارة النادي الأهلي مش هنتكلم عنه، الناس كلها عارفاه. هوب بيراميدز عشان يكسب ماشي، كسب يا سيدي وكسب الأهلي رايح جاي في أول سنة، لكن في النهاية ما كانتش حاجة. برضه النادي الأهلي خد البطولة لأن هو فريق بطولات زي ما اتفقنا، هي القصة كده. هو في النهاية مجموعة ناس استفادت من وجود النادي، مبالغ عالية جدا سواء إدارة سواء يعني انت إلى يومنا هذا المنتخب المصري المنتخب الأول كالعادة قوامه الرئيسي ما بين الأهلي والزمالك. طبعا طبعا. طب كسبنا بقى صلاة النبي ببقية الفرق دي كلها ازاي؟ ما هو بيبقى داخل في الأساس ايه، خلاص انت جاي من الدرجة الثانية فشاركت في نادي في الدوري الأضواء اللي هو بقى شهرة وجريت تكتب عنك وكل حاجة، هو ده بيبقى هدفك الأساسي. أو هدفك الأساسي بصراحة ان انت تستمر في دور الأضواء، أي نادي بيطلع من المظاليم، بس أندية الشركات تحديدا مش الأندية الجماهيرية، بيبقى هدفه يستمر لأن ده بيزنس، انت بتاخد حقوق بس، بتبقى كلهم نجوم. النهارده الفضائيات والاعلام ما بقاش يغطي اهلي وزمالك بس، زمان جدا كانت في التسعينات حتى كنت تلاقي الماتشات اللي بتتذاع اهلي وزمالك، ماتشات الاهلي وماتشات الزمالك، مفيش ماتشات تانية يعني بالكاد كده تلاقي مثلا ايه الاسماعيلي والمصري يتقابلوا في الدوري التلفزيوني يذيعوا، المحله مثلا والبلديه كده يعني حاجات دلوقتي كل الماتشات بتتذاع واستوديوهات تحليليه، وكان لحد وقت قريب كان 7 محطات بتعمل ده. فلا الدنيا كانت الدنيا انت عارف يا مسيو محسن ايه اللي ينقصنا؟ انا من وجهه نظري ايضا لو تتفق معايا، بس هنقولها سريعا عشان فاضل دقيقتين. انا اعتقد ان الانديه الشعبيه اللي كانت ناجحه جدا في فتره ما كان فيها منتاليتي تناسب، يعني اللي كانوا ماسكين الانديه دي كانت تناسب فكرهم وقتها الفتره دي. صحيح. او الحقبه الزمنيه دي. دلوقتي هم لسه ماسكين، مع احترامي للجميع، لسه ماسكين، لكن هم لا يواكبوا التطور اللي حصل. طبعا. فحان الوقت لو انت بتتكلم بجد عن تطوير للانديه المختلفه الشعبيه وتلاقيهم فعلا بينافسوا في الدوري الممتاز، غير المنتاليتي يا جماعه، هاتوا الشباب بقى. ما ده الفرق يعني، شيء يذكر او المقارنه صعبه شويه لكن موجوده مثلا في الدوري الانجليزي. ليه الدوري الانجليزي بيسموه كامل العدد كل الماتشات؟ لان ده مدينه مش عارف شيفيلد، ده مدينه مش عارف نيوكاسل، كلها انديه بتاعه البلد، ففي ارتباط. ليفربول، مانشستر، يمكن مانشستر سيتي لكن نادي مال، لكن في النهايه بيتبع مدينه مانشستر. هنا بقى العصر هنا يعني كان في لحد التسعينات كانت المنصوره، المحله، السويس، الاسماعيلي، مش عارف دول الاقوى، لكن دلوقتي خلاص كل الانديه دي تراجعت للاسف، واللي موجودين اذا كان المصري ولا الاسماعيلي ولا المحله ولا الاتحاد لا أصلاً. يعني عايزين يبقوا في الدوري، وفي النهايه بقى موجود زد بقى وسيراميكا مع احترامي طبعا للناس دي، وبيراميدز اللي هي انديه مش في الاخر مش جماهيريه، حتى ما ينفعش يشتري جمهور خلاص. كانوا في وقت من الاوقات اختاروا مثلا ده يلعب في السويس عشان ياخد جمهور السويس، وده يلعب في الفيوم عشان ياخد جمهور، وفي النهايه ما خدش حاجه لانه في النهايه مش نادي جماهيري. أيوه. نورت الدنيا كلها يا استاذ محسن، بنشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا. قراءه متميزه كالعاده. ربنا يكرمك. نشكرك جدا، وبنشكر حضراتكم اكيد انا وكريم كمان على متابعتنا، ونشوفكم بكره ونهايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي.